exactement 202. Donc 202. Les fait longtemps. Alors d'abord, pendant qu'elle brûle l'argent, je suis à l'Ouara, je suis à l'Ouara. سنين واحد الرئيس السابق وقدموا المنخرطين في واحد اللقاء تواصلي والصوره ديال الفريق يعني تقاست وتمسات بسبب هذا الطبيب هذا الطريقه باش فسرتو نتوما كان كتب مسير كان بغيت نحييكم على التفسير ديال هذا الطابلو هذا لان انا هذاك الوقت بزاف التاويلات وبزاف الكلام اللي تقالت على هذا الطابلو هذا الوحيد الرجاء 16 مليار 22 مليار 60 مليار بسبب الطابلو الوغ باش تفسر الناس بان راه دي زونكاجمون اللي كاينين حاليين كاينين دي زونكاجمون اللي بعيدة الامد وقصة الامد دونك هنا دخل الفريق واحد المتاهة اظن بان اليوم وانتوما كنكتب مسير مشكورين الامين المال مشكور كذلك السي المهدي البلغيتي كذلك مشكور سمعت السميه ديالو كنبغي نشكرو لانه قدم شي كثير في هذا الموسم هذا كنشكرو راه ملي كتكون الشفافيه وكما كنقولوا كما كيكون الوضوح هنا كنشوفوا لا سيتياسيون ديال الفريق في هذيك الثلاث سنوات تقدم على ان شي حاجه سوداء اليوم حنا في 2019 كيتعطى تقريبا اكثر هو يمكن حتى 16 مليار اليوم حنا كنشوفوا 202 ولكن بطريقه اخرى بتفسير اخر اليوم الصوره ديال الفريق تلطخات ثلاث سنين هادو اللي كتلطخ وحنا كنتكلموا على الديون كما قال الفريق رئيس الفريق بان الكونت بونكير ما كاينش الحجوزات وكذا وهادشي ما كناش كنعيشوه في السابق وما كناش كنشوفوه الوغ هذا بالنسبه لي هذا الحساب الحسباني الطابلو هذا هو الحساب الحسباني هكا كيحسب هو الوغ اليوم بكتب مسير كنشكرو لانه قدم واحد التقرير مالي شفاف وواضح وفسر الامور لان مغالطات الظرف ثلاث سنوات هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه بالنسبه لكوميسيروكم دار واحد لا ريزيرف على واحد لو مونطون اكس اللي دار وانا السؤال ديالي كنبغي نطرحو ليه انا كنعرف دوزت في الرجاء اربع سنوات مع الكوميسيرو كونت حنا كان عندنا واحد كونت كورون واشاك فوا في هذاك لو كونت كورون ملي كنساليو البيلون كنتوجهو عند الشخص اللي عنده هذاك الكونت كورون وكنسولو بواحد الرساله وكنقولو له واش هذاك الدين واش هو مازال تاكيد لهذاك الدين او هناك اشياء اخرى وكنديرو رساله وكنكتبو الوغ اليوم باش نوضح للرئيس يمكن حيت ما كانش هو في 2015 و 2016 فتم التصويت عليه بجمع عام بالاغلبيه وكاين المحضر على ذلك وكاين رابور على ذلك وبدون تحفظ 2015-2016 حنا كنجيو اليوم في 2018-2019 وكنقولوا بان كاين واحد التحفظ انا محمد بودريقه اللي هو صاحب هذاك المبلغ اي واحد بغى لي ديتاي ديال داكشي فانا موجود نحطهم في الموقع الرسمي نحطهم في الموقع العالمي نحطهم في الامم المتحده انا موجود الوغ راه كاين اكثر الا بغينا نزيدو على الموضوع راه كاين اكثر الوغ بالنسبه لي انا كنقول بان هذاك لو مونطون الى نرجعو ل 2015 نجيو اليوم نقول بان كان غيزير اولا كنعاود ناكد 15 16 كاين محضر بان ما كاينش غيزير وانا ما فهمتش حنا في 2018 2019 كنجيو اليوم تنديرو ان غيزيرف على شي حاجه اللي ماشي ما عندها علاقه بالاكزيرسيس ولو كان تراسميا كنت خديتي المعطيات كاملتها وغنعطيك ملاحظه معنا السي الطالبي لوديتور اللي دار الافتحاص الماليه ديال الرجاء كنظن راه هو كاين وعندي ارابور من عنده هو كيسيرتيفي ديك لو مونطو هذاك الوغ هذا اوديتور نوتر ودارت في الجامعه الملكيه المغربيه وعندي المحضر ديالي غادي نرجع 3 مليون درهم اللي تكلمت عليها كملاحظه هذيك ما كنظن ما كتحتاجش كما تنقول ما كتحتاجش الفهمه 3 مليون درهم فيرمون بيرسونيل لو كونت ديال الاخصائي تحط في لو كونت الوغ انا ما كنشوفش بان شي واحد راسلني ولا كتب ليا ولا قال لي هذوك لي فيرمون اللي توصلت به شنو هو
انا راه الاشاره الى شي واحد سولني ولا بغى شي كتابه رسميه انا موجود. الوغ كانوا كنطلب انا غير من المقرر ديال القاعه باش يسجل الملاحظات ويكتب بان 3 مليون درهم خاصها تزاد في الكونت كوا. مساله اخيره باش نختم بالنسبه للتقرير الادبي فهو خفل، لان ملي تحط هاد الطابلو المكتب المسير السابق جاء للمحكمه ودار طلب بافتحاص الماليه ديال الفريق، وكنظن بان في 2019 في هاد لا سيزون المحكمه فماشي المحكمه باردون فالوكيل الملك الوكيل العام ماشي الوكيل الملك الوكيل العام امر بحفظ الملف بكون ان جميع الامور وجميع الوثائق الماليه فهي تم التعامل معها كما ينص عليه القانون. كنظن بان زعما لان كاينين واحد انا كاين شخص واحد تمس، وكنظن هذا الشخص اللي تمس ماشي انا وكنهضر على راسي انا هادشي قاد بي وقاد بالاخرين، الوغ كاين واحد الشخص اللي تمس اللي هو مسكين بالنسبه لي دار عمل في الرجاء. انا كما شكرت مهدي البلغيتي نبغي نشكر حتى يوسف امير اللي خدم 4 سنوات وضحى، الوغ في الاخير كيجي بحال هذا كيجي حساب حسباني وتيقول له اجي فسر لينا. الوغ بالنسبه لي كنبغي نشكره لانه قدم شيء كثير لنادي الرجاء الرياضي بالمناسبه هذه المناسبه. الوغ بالنسبه للتقرير الادبي فهو حفظ الملف، كنظن بان التقرير المالي ما تكلمش بان لا سيزون 2018-2019 تم حفظ الملف، وكنظن بان معنا الساده المحامين يقدروا يصرحوا شنو هي حفظ الملف، لان سمعت انا غير سمعت بان بعض الاشخاص قالوا بان هذا حفظ ماشي براءه. كنبغي نصحح ليه المعلومه معنا محامين اللي يفسروا هادشي اكثر، ان الحفظ اكثر من البراءه، لان الوكيل العام ما لقاش شي حاجه اللي تمشي بها باش نديروا بها قضيه، الوغ حفظ الملف. اما البراءه الوكيل العام كيلقى خروقات وكيمشي للمحكمه وكتاخذ البراءه. اذا هذه المساله اللي كنظن واضحه. اخيرا اسمحوا لي على الاطاله، بالنسبه للاكاديميه، الاكاديميه خصنا نشكروا واحد 4 ديال الناس و4 ديال الجهات، بعد سيدنا الله ينصرو اللي عطانا هذه الهبه الملكيه، خدموا معنا ادارات، واحد الاداره هي ديال ليكيبمون، هاد ليكيبمون خدمت معنا بواحد الطريقه اللي هي احترافيه، الوغ راه 10 المليار، عشان شنو الزيات سيد الرئيس، دير اكاديمي وما تسمعش هذه راه شفرات هذه تخونات كيفاش اش وقع وكذا، الوغ الهاجس اللي كان عندنا ذاك الوقت كيفاش تبنى وبلا ما نسمعوا الصداع، بلا ما كل مكتب يقول لك هذا جا صاحب وهذا جا هذا كيعرف كذا. الوغ ليكيبمون خصنا نشكرهم لانهم داروا عمل كبير وداروا عمل قيم، وبالاضافه انهم خدموا بدون مقابل، راه خدموا معنا بدون مقابل، معناها انهم خصو ياخذوا كنظن 1% ولا 2% من شي خضافير. وزارة الداخلية كذلك مشكورة لأن حتى هي كاينة في الاتفاقية، راه ماشي اتفاقية ثلاثية، كاينة وزارة الداخلية، كاينة الجهة الدار البيضاء، وكاينة كذلك الجامعة الملكية المغربية مشكورة مع السي فوزي القجع اللي تا هو ساهم معنا في هذا ساهم في هذه الأكاديمية، وليكيبمون لأن هما اللي داروا الباتر دوفغاج ديالي، وكنشكركم، وكنظن بأن المكتب الحالي ما يحتاجش أننا نقولوا واش خدام ولا ما خدامش، غير الطريقة أولا التنظيم. ثانيا هذا التقديم هذه النتائج اللي كتكلم بالارقام، راه واحد المساله اللي كنا كنقولوها الارقام راه هي كتكلم، راه 1+1 كتساوي 2، راه ما يمكنش تقول 3، الوغ الارقام راه كتكلم، وحنا 3 سنين وحنا كنقولوها بالديره الارقام ما فيهاش التزوير، الارقام ما فيهاش التاويلات. اليوم المكتب مسير الصوره ديال الفريق غير ليماج الفريق، فهو اليوم كنشوف بان ايماج مزيانه والحمد لله الفريق ماشي غيرجع، رجع توهج ديالو. نتمنى أننا نعيشكم مزيانة وشكراً.